مفتاح النحو ودرس الطلاب يا جماعة، مفتاح النحو علامات الإعراب. من عرف علامات الإعراب عرف النحو كله، ومن لم يعرف علامات الإعراب يقال رفسه النحو، رفسه برجله من الخلف، يعني لا يمكن أن تخالف. وجموع مجموعها 14 علامة، للرفع 4 وللنصب 5 وللجر 3 وللجزم علامتان، السكون والحذف، وجميع معربات اللغة العربية ومبنياتها كلها 7. نعم. 5 بناء و2 إعراب. المبنية الحروف كلها مبنية، والأسماء المشبهة للحروف كلها مبنية، وهي الضمائر والاستفهام والشرط والإشارة والموصول، والأسماء الأفعال القليلة. نعم. الأسهل. والأسماء الشرط وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، هاي 6 مبنية. إذا صار عندي 2 مبنيان وهما الحرف وما يشبهه وهي هذه. نعم. والماضي مبني، والأمر مبني، والمضارع إذا باشرته نون التوكيد أو أسر للإناث مبني، والمعرب 2 اسم لا يشبه الحرف والمضارع سريع من النونين. انتهى. ما شاء الله. وانتهى النحو. أيوة. انتهى النحو. انتهى النحو. مرفوعات الأسماء 7 ومنصوباتها 15 ومدلولاتها 3 والمضارع معرب. إذا سبقه ناصب ينصب أو جازم يجزم، وإلا فهو مرفوع، ولا يكون مرفوعا إلا بضمة أو بثبوت نون، ولا يكون منصوبا إلا بحذف نون أو بفتحة، ولا يكون مجزوما إلا بسكون أو حذف حرف علة أو حذف نون. صحيح. هذه أصول العامة. والمعربات كما قال ابن أجر الروم 8، 4 تعرب بالحركات و4 بالحروف. هذا الأمر سهل. فأحب دائما النحو يشعر الطلاب فيه بهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. صحيح شيخنا. خلاص انتهى النحو. انتهى النحو. خلاص انتهى النحو. التفتزاني رحمه الله يقول جمع النحو كله في 72 كلمة. اي نعم. نعم. اي كانت عندي هذه موجودة. بارك الله فيك. كيف تصنع فيه؟